مش الحمد لله، الحمد لله رجعتي بإذن الله. إن شاء الله تكون آخر الإصابات بالنسبة لي، وإن شاء الله نوعد الجمهور لله إن شاء الله أني أرجع أفضل من قبل، سواء بالنسبة للمباريات القادمة إن شاء الله أني ألاقي نفسي في الفريق وأقدم لهم الشيء الكثير للجمهور الهلال. وبالنسبة لمباراة اليوم كانت صعبة في الشوط الثاني، لأن كان اللعب كله الضغط عالي من ناحية الوحدة. الحمد لله في النهاية المخسر في مثل المباريات هذه أهم شيء 3 نقاط، الحمد لله خذيناها. رجعت إن شاء الله راح تكون في المباريات القادمة إن شاء الله تكون أفضل من المباراة اليوم اللي لعبتها.